السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي عم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رئيس وداد تيليمسان الملياني، وين نتكلم على الكولسة من قالك الكولسة كاينة من الاتحادية والرابطة، وين يعينوا ناس يطيحوا ناس ما يطيحوش. وانا منظر وكادي نعطي رساله المناصرين تاع الوداد، ما غاديش يطيحوا، ما غاديش يطيحوا. انا على بالي لا ما غاديش يطيحوا، انا راه على بالي لا ما غاديش يطيحوا. ما طياش تلمسان، راه على بالي ما غاديش يطيح تلمسان وصايك. نعطي بالتالي كاع تلمسان ما غاديش يطيح. وشوف سبب تلمسان، المتاعب تاع الطيحه تاعها وتاع منو متاعب كاع، والتلمسانيين يعرفوا واش راني نهدر. سيد احمد سليماني هو سبب واش صرا للتلمسان لليوم. هذاك اللونتينار سليماني نهار اللي بغاو يجيبوا رئيس نادي وهو بلع الطريق ولعبها، ترشح وبعد عاود وخر، ومدرب ترشح رئيس نادي وكلش امور صرا يعني من اجل تحطيم وداد المدرسه تاع الوداد. التلمسان انا ما تلمسك عمي، انا من نهار اللي طلعت عمرنا اللي كنا نسمعوا كاين مشاكل في تلمسان ماديا او لاعبين، يعني كانوا المناطق نقولوا مغنيه، نقولوا كانوا الرمشي، كانوا كاع المواهب كانوا يروحوا يلعبوا فماك، وكانوا كانت مدرسه كانوا يلعبوا بابناء يعني الواط، كان تطلع ابنائها، كانت تبيع وكانت منا. شوف كيفاش داروا لها وداد تلمسان، الواد هردوه وين صبحت تلعب على من اجل البقاء فقط. كانت وداد تلمسان تلعب من مكاش مرتبه رابعه خامسه، مكاش كاع الجيل الذهبي تاعهم اللي داز زوج كاس زوج كؤوس عرب، الجيل الذهبي تاعهم اللي داز زوج كؤوس عرب باش يكون على بالكم. على ذيك نقولوا بلي ودي اليوم واش راه صاري للتلمسان، يعني كنت تبقاو تردوا تسيبوها من عام الضربات تاع ذاك لونترينير سيد احمد سليماني اللي ترشح رئيس نادي ومن بعد جبد روحو ومن بعد صراو واحد المشاكل. بصح انا نعطي الانصار تاع وداد تلمسان، تلمسان ما غاديش تطيح رغم ان داروا لها لعبوا لعبه تاعهم، بصح ما غاديش تطيح باش يكون على بالكم. حنا نسمعوا واش تكلم رئيس نادي ملياني. يعني كي رئيس الرابطه والفيدراليات يتكلموا على ليتيك، كي نهضروا على ليتيك انا نعرف بلي تلمسان ما طيحش. ولا ما كانش ليتيك سبورتيف يطيحوا تلمسان، خاطر واش تينا عندك كومينيكي باش لي دو ديرني ماتش يلعبوا على ميم اور، انت ديكالي ماتش لي دو زيكيب يلعبوا ريليغاسيون، سمعت؟ يلعبوا 21 اور. سا سي با نورمال، روني فيكتيم حنا تاع لي كوليس، وحنا تلمسان ما عندهاش لي كوليس، حنا في با لي كوليس. تا كرئيس ما عنديش اوكان نيميرو تاع الرؤساء تاع كل الفرق. هذه والله لا صح، هذه انا كيما قولك شهاده. هذا الرئيس نادي والله العظيم بشهاده نعرف واحد الرؤساء نوادي يلعبوا هذا الصوالح، والله قال لك والله العظيم قال لك تربح يقول لك بصحتك، بيت تلعب على الطلعه يقول لك انا غادي ما نعلمش اللعابه يلعبوا على بدرا من اجل الاموال وكلش. هو كيفاش تكلم قال بلي نتحدى اي واحد يقول لك بلي عنده، هو كي قال بلي ما عنديش نوامر تاع رؤساء النوادي، صح كاين رؤساء نوادي في القسم الثاني نعرفهم، وكاين رؤساء نوادي في القسم الاول نعرفهم، والله لا شهدوا عليه هذه الشهاده، انا راني نهدر فيها ونعرف دي ماناجير. والله العظيم هي المباراه اللي غادي تلعب، هي تاع الثوره عين مليله، هي كل الثوره عين مليله، وفانيك نشهدوا شهاده مالغري انا ضده في واحد الامور ما نمشيش معاه. محمد زرواطي بصح محمد زرواطي ما يبيعش، محمد زرواطي تقول لي شرا ماتش ولا شرا اربيت راني معاك، بصح باش تقول لي يبيع لي ماتش ما يبيعش لي ماتش. هذه شوف نهضروا واتصوالح ما يبيعش لي ماتش ما يبيعش،
زرواطي ما يبيعش لي ماتش. هذه نعطيها لكم من التالي كاع، على هذيك راني نقول لكم التلمسان ما غاديش يطيح. هذه حقيقة نقول لكم، التلمسان ما غاديش يطيح. يعني باش واحد يجي يقول لك التلمسان، على هذيك راني نقول بلي التلمسان ما طيح. والفيدراليات خلو يتكلموا على ليتيك، كي نهضروا على ليتيك انا نعرف بلي التلمسان ما طيحش. ولا ما يعني كي رئيس الرابطة والفيدراليات خلو يتكلموا على ليتيك، كي نهضروا على ليتيك انا نعرف بلي التلمسان ما طيحش. ولا ما كاش ليتيك سبورتيف يطيحوا التلمسان، خاطر واش تينا عندك كومينيكي باش لي دو ديرني ماتش يلعبوا على ميم هور، انت ديكالي ماتش لي دو زيكيب يلعبوا ريليغاسيون، سمعت؟ يلعبوا 21 اور، سا سي با نورمال. روني فيكتيم حنا تاع لي كوليس، وحنا التلمسان ما عندهاش لي كوليس، حنا في با لي كوليس. انا كرئيس ما عنديش اوكان نيميرو تاع الرؤساء تاع كل الفرق، والله ما عندي نيميرو تاع رئيس. صح، هذه صح صح صح، انا راني هذه راني معاه، هذا رئيس نادي تاع التلمسان في هذه راني معاه بشهاده تاع رؤساء نوادي في القسم الثاني، وبشهاده تاع رؤساء نوادي في القسم الاول. يعني قال لك وين وصلت، وين يقول لك انت بيت لعب على الطلعه، لعب على الطلعه تربحني بصحتك، انا اللعابه تاعي انا نخلصهم باش نبيع لك، ما غاديش نبيع لك، ولا في القسم الاول فانيك السنه وين كاين دي بارتي وين عرضوا عليه، باش كاين واحد الكواليس وين ما بغاش، قال لهم نجي نلعب نربح بصحتي باش نمد الدراهم من مد الدراهم. والله خاصنا رؤساء نوادي كيما هذا، وهذه هي الجزائر. عرفت تشوف واحد كيما هذا ينحقر وصوالح وبزاف صوالح، واللي يقول لك باللي راك ما يعرفش، يقول لك الجزائر لازم تمشي كيما هكا، وهي لا، هي نورمالمون لا، نورمالمون رئيس نادي كيما هذا مليح. وانا كيما يقول لك كمواطن جزائري بسيط، مواطن جزائري بسيط، نمد هذا الرساله للانصار تاع وداد التلمسان ما غاديش يطيحوا، التلمسان ما غاديش يطيح، ما تقولوا ليش عليه بصح التلمسان ما غاديش يطيح. هذه خاطر نقولها لكم ونعاود، زرواطي ما يبيعش، زرواطي غادي يدخل الماتش تاع الصاورة عين مليلة، نتحدى أي واحد في الجزائر يقولك زرواطي يبيع، نتحداه، زرواطي ما يبيعش لي ماتش، نتحدى أي واحد، مانيش ضد عين مليلة ولا حاجة، بصح زرواطي ما يبيعش لي ماتش. زرواطي تقول لي باللي لاربيت ولا تقول لي كاش بارتيه ولا منا بيلعب لعبه منا، راني معك، بصح باش يبيع لك ما يبيعلكش، هو هاك هو هاك هو داير كيما هاك، ما يبيعش ما يبيعش. هو هذه اللي مليحه فيه، يقول لك انا ما نبيعش شارب، الشارب تاعي ما نبيعوش، يقول لك نشري نجيب نخدم، بصح باش نبيع الشارب تاعي ما نبيعش. هذه اللي مليحه فيه، هذه زعما النقطه مليحه فيه، يعني اي نتيجه عين مليله الثوره ما غاديش تكون، كاش يجي يقول لك مباراه مرتبه، اي نتيجه كاش مباراه مرتبه، وما بالك هذه الجوله اللي فاتت خدموها، خدموا من اجل النهد، يهربوا النهد، يهربوا النهد، تما هربوا النهد من منطقه، تما النهد ما طيحش، بقات كيسموها عين مليله تلمسان. انا نقول لكم تلمسان ما غاديش تطيح، بالك يلا غالب جات تلمسان، جات تلمسان مع النهد تلعبت المباراه كيما هكا باش يسلكوا النهد باي طريقه، النهد ما طيحش باي طريقه. انا كنت عندي كلام مع المناصرين تاع تلمسان نعرفهم، قلت لهم غادي النهد ما طيحش، قالوا لي بالك كونتر، قلت لهم شاني كونتركم، المهم النهد ما طيحش، يخلوا الجوله الاخيره بين عين مليله بين تلمسان، وكيما هدرت كيما خرجت ليش، هذه هي كيما هدرتها خرجت. وانا تحيه كبيره لهذا الرئيس النادي ملياني، يعني وين الله غالب، هذه هي كره القدم الجزائريه، هذه هي كره القدم. نعرفوا انا نازيه
صح حنا في الجزائر لازم ما تكونش نزيه، لازم تكون كذاب بلعاط، لازم تكون كاع صوالح فيك باش يبغوك. هضر الحق وشوف شعب الواحد يتبعك، وكونك منافق وشوف شعب الناس يتبعوك. هذه اللي نقولها ليا، ربي يجيب الخير.